بسم الله الرحمن الرحيم يقول ربنا سبحانه وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هذه الايه الكريمه انما هي ميثاق يتمسك به كل مسلم ليثق في رزق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الايه ان الرزق مكفول وان هذا الرزق ليس للانسان فقط بل انه لكل ما يدب على الارض وما من دابه في الارض الا على الله رزقها وانظروا الى التعبير القراني الا على الله يعني قد تكفل الله يلزم الله سبحانه وتعالى ان يرزقها طالما انه خلقها فقد خلقها وتكفل برزقها وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يعلم مستقرها في الرحم من اين تنتج ومن اين تولد ومستودعها في الارض بعد وفاتها فالله سبحانه وتعالى بعلمه المحيط تكفل بعلم كل شيء علم كل شيء قبل ان يخلق الخلق علم ما تنتجه الارحام وعلم ما تبتلعه الارض بعد الموت وتكفل برزق الانسان الناس يهتمون بامر الرزق والله سبحانه وتعالى يبين انه مكفول وان على العبد السعي والله سبحانه وتعالى سيرزقه كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو يعني تخرج في الغداء يعني في اول اليوم وتروح يعني ترجع في وقت الرواح يعني في اخر اليوم بطانا يعني ممتلئه بطونها بالطعام والشراب الله سبحانه وتعالى يبين ان امر الرزق مكفول وانه منذ خلق الخلق قسم لهم الارزاق وانه لا يوجد في هذه الحياه عبد ليس له رزق ولكن الله سبحانه وتعالى فاوت بين العباد في الرزق فمن الناس من وسع عليه الرزق في الدنيا ومنهم من وسع عليه الرزق في الاخره فان رزق الدنيا يخصم من رزق الاخره فمن وسع عليه في الدنيا فربما لا ينال هذه السعه عند الله يوم القيامه ومن ضيق عليه في الدنيا فان الله يختزن له رزقه عنده يوم القيامه ولذلك يطمئن قلوب العباد ويبين سبحانه وتعالى حين يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق امر الرزق حق مثل ما انكم تنطقون هل يتشكك العبد في نطقه بالكلام ينبغي عليه الا يتشكك في الرزق بما انه لا يتشكك في قدرته على الكلام ولكن الناس يغفلون الرزق ظاهر للابدان وباطن من العلوم والمعارف الرزق قسمه الله بين عباده قبل ان يخلق الخلق وفرغ منه لكن العبد طولب بالسعي والاجتهاد والعمل والداب وطلب الرزق من الحلال فاذا قام بما عليه من دور فان الرزق سياتيه واذا قصر فانه في هذه الحال ملام وسياتيه الرزق الذي قدره الله له لكنه لم ياخذ بالاسباب واساء التصرف فيما وكله الله فيه وفيما اقامه الله فيه فالقضيه الايمانيه ان يجتهد العبد في تحصيل الرزق وان يوقن بان رزقه مكفول عند الله وان ما عند الله سبحانه وتعالى خير وابقى ربما سعى في الدنيا وكان رزقه في وجهه نظره قليل لكن هذا السعي لن يضيع فان الله سبحانه وتعالى سيثيبه على ذلك الكثير يوم القيامه لان الله سبحانه لا يضيع اجر من احسن عملا يقول جل في علاه انا لا نضيع اجر من احسن عملا فلتوقن اخي المسلم بان رزقك مكتوب مقسوم وان عليك السعي وسياتيك ما كفل الله لك من الرزق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته